احنا طبعا سعداء جدا بان احنا نحقق ميداليه تاريخيه زي ميداليه الاولمبيه لاحمد الجندي، تمام. هي تعتبر من اهم الميداليات اللي موجوده، طبعا كلهم الست ميداليات بتاعت مصر ميداليات عظيمه وانجاز عظيم لمصر وفخر لاي عربي وجود الست ميداليات في الاولمبياد، ولكن الميداليه بتاعت احمد فيها مشقه لانها خمس العاب في بعض وخمس العاب اولمبيه، الجري والسباحه والرمايه والخيل والسلاح. فاحمد عمل انجاز، والانجاز ده كان انجاز بيحسب سواء كان لشخصه او لاسرته او لمجلس اداره الاتحاد المصري للخماسي الحديث او للدوله متمثله في وزاره الشباب والرياضه. انت بتشوف ثمره مجهود ما يقرب من خمس سنين، ثلاثة أولمبياد شباب لغاية 2018 وزيهم كمان أو سنتين بعد 2018 لغاية دلوقتي، فطبعا دي حاجة جميلة جدا والواحد بيبقى سعيد جدا طبعا إن أحمد قدر يحقق ميدالية في الأولمبياد، وميدالية أولمبية دي حاجة مش سهلة ومختلفة عن أي حاجة تانية، عن بطولة عالم كأس عالم. الميدالية الأولمبية دي حلم أي حد رياضي بيلعب رياضة ومحترف بيبقى أمله أنه يحصل على ميدالية، فطبعا دي حاجة جميلة جدا وحاجة تسعدنا جميعا، والحمد لله أنه هو قدر يفرحنا ويفرح مصر ويعمل حاجة كويسة يعني. والله الحمد لله، هو أحمد من هو صغير وهو ابتدينا السباحة، هو كانت لعبة الخماسي بس أول ما بيبدأ سباحة وجري، فبدأ السباحة كان مميز جدا فيها والجري كان مميز جدا فيها، لدرجة ان المدير الفني في النادي اللي هو بدأ فيه كان بيقول ان احمد دولي من وهو عمره 6 سنين، وفضلنا ماشيين معاه لغاية ما احمد عند سن 12 سنة 13 سنة كده بقى يقول انا ما بحبش الرياضة، اللي هو سن المراهقة العادي بقى، انا ما بحبش الرياضة وانتوا اللي الرياضة وانا مش ما بحبهاش. فانا وبابا اتفقنا ان قلنا له خلاص ما دام انت مش عايز رياضة بلاش تتمرن، بس مارسنا عليه ضغوط تانية بقى ان هو ايه لازم تعمل حاجة، مش معقول هتقعد في البيت، فنزلناه يشتغل. كان في اجازه الصيف فنزل يشتغل في الاول كده يومين ثلاثه كان مبسوط، بعد كده بقيت اخد اخواته ونسافر واقول له لا ما ينفعش يا احمد تيجي معانا بقى، انت عندك شغل ومسؤوليه وكده. ابتدى بعد 15 يوم هو لا طب ما انا كنت بتمرن وعايش حياتي يعني، انما الشغل مسؤوليه كبيره هو ما كانش حاسسها يعني. فابتدى بقى هو يبقى هدفه بقى ما يبقاش هدفنا احنا ويحس ان احنا اللي غاصبينه عليه، فابتدى هو اللي يحط هدف. كان عنده لما بقى 14 سنة ابتدى يحط هدف أولمبياد الشباب، واشتغل عليها الأربع سنين لحد 2018 الحمد لله قدر ياخد ذهب، وبعد كده بقى ابتدى يجهز لأولمبياد الكبار بقى له 3 سنين. أكيد طبعا الحمد لله طبعا على الميدالية الفضة في الأولمبياد، كانت هدف لينا كبير جدا إن احنا نحقق ميدالية يعني أولمبية في الخماسي الحديث، بالذات إن هي أول ميدالية أولمبية للخماسي الحديث في التاريخ في مصر. اكيد الواحد كان يتطلع ان هو يجيب الذهب اعلى حاجه ممكن الواحد يحصل عليها، بس برضو بقول يعني الحمد لله على الميداليه الفضه. ما يمكن كانت متوقعه من الاتحاد ومن المدربين واللي هو الناس اللي كانت قريبه مننا يعني، يمكن الجمهور او الشعب المصري يعني عامه ما كانش متوقع الميداليه، او اللي هم الناس اللي كانوا ليهم توقعات في الرياضه ما كانش ليهم توقعات قوي في الميداليه في الخماسي، لكن الحمد لله ان احنا في الاخر يعني قدرنا نحقق اللي هو التوقع بتاعنا احنا ان هو ميداليه، يعني احنا كنا بنتوقع ذهب او فضه، الحمد لله زي ما بقول برضو على الميداليه الفضه، كانت في ايدينا الذهب يعني، بس يعني ان شاء الله تتعوض يعني في باريس. الاستعدادات طبعا يعني هي ما كانتش خلال فتره مثلا السنه دي بس قبل الاولمبياد، لكن هي من زمان جدا يعني من 3 سنين، من ساعة ما خلصت أولمبياد الشباب وأنا هدفي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وأقدر أقول إن فترة الكورونا جت في صالحي بصراحة، يعني إن أنا قدرت أخد فيها خبرات أكتر في اللعبتين اللي هما اللي محتاجين خبرة كبيرة جدا زي الفروسية والسلاح. فالحمد لله يعني برضو في الآخر إن هي الفترة دي جت فادتنا، في ناس كتير طبعا اتضرت من الفترة دي، بس انا الحمد لله يعني قدرت استفيد منها.